طيب نروح برضو لنائب احمد دياب. كان في اجتماع النهارده مع رؤساء الانديه الشعبيه. سياده النائب مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، بتشرف دايما نكون معاك. شرف ليا. اخبارك ايه؟ الحمد لله والله كله تمام. انت اخبارك ايه؟ كله كويس الحمد لله، كله زي الفل الحمد لله. ما يخص اجتماع النهارده والانديه الشعبيه، والهدف من الاجتماع ايه؟ النهارده كان عندي اجتماع مع الساده رؤساء مجلس الخمس انديه الجماهيريه، الاتحاد المصري، الاسماعيلي، المحله، اسوان. وكان نقاش، يعني هو الفكره كلها ان في تحديات بتعدي بيها الانديه الجماهيريه يمكن كلنا عارفينها. ولكن الحقيقه ادارات ومجالس اداره الانديه المحترمه بخلال طبعا الحاج محمد بن صلحي والاستاذ كامل ابو علي واللواء ابو بكر والاستاذ اسامه والمستشار الشافعي فعلا عندهم رغبه جديه، واحنا كرابطه اكيد عندنا رغبه جديه ان احنا نشوف ايه اللي ممكن يتعمل للانديه الجماهيريه اللي يخليها تستمر في المنافسه. لان في الاول وفي الاخر يا كابتن سيف، الكوره بقت صناعه وبقت موارد، ولو احنا عاوزين فعلا الانديه الجماهيريه هي اساس الكوره فلازم نوجد لها موارد اكبر، ولازم يكون ليها هيكله بشكل مختلف عشان تقدر تنافس فعلا، عشان نقدر نطور الدوري بتاعنا بجد، بجانب طبعا الانديه الخاصه. لكن في الاخر لازم الاثنين يمشوا بارل ويطوروا من بعض، فده اللي في الاخر هيعود على الدوري بالشكل اللائق بيه. ناقشنا النهارده كل المشاكل والتحديات اللي موجوده عند الانديه الجماهيريه دي، وحطينا سبل لتعظيم الموارد وطريق نقدر ان احنا نمشي بخطوات فيه بحيث نعمل اعاده هيكله لقطاعات الكره داخل الانديه الجماهيريه بالشكل اللي يحقق لها الاستمراريه والقدره على المنافسه بتقليل المشاكل الماديه اللي بتتعرض ليها. ده اللي احنا اتفقنا عليه النهارده، وبالفعل ان شاء الله عندنا ميعادين يوم الاحد انا والساده رؤساء مجالس ادارات الانديه مع السيد رئيس مجلس اداره الشركه الراعيه ومع الدكتور اشرف صبحي باذن الله، هنعرض عليه الحلول اللي احنا اتكلمنا فيها كل بقى في قصته وتعظيم الموارد او الخطوات اللي احنا عاوزين ناخدها في الهيكله دي مع الانديه، ونكون كلنا مجتمعين باذن الله. وان شاء الله الفتره الجايه تشهد تحركات الخط الصحيح اللي يعود على الانديه الجماهيريه وعلى الجمهور بشكل يليق بالانديه دي، ونقدر ان احنا مع الانديه الخاصه نعمل شكل مسابقه قوي. هو رئيس مجلس اداره ده اللي هو الاستاذ عمرو الفقي صح؟ طيب، وبرضه السيف الوزير استاذ محمد يحيى، انا يكون هيبقى جميعنا كلنا وسيف الوزير ومحمد يحيى. طب انا عندي برضه وجهه نظر عايز برضه اقولها. يعني كل سنه احنا بقالنا سنين كتير جدا في القصه دي، والناس بتعتقد وحتى الانديه الشعبيه في اجتماعها، ما اعرفش انتوا التارجت ايه او البلان ايه، ان ممكن يكون في حلول خارج الصندوق فقط لا غير. يعني الشركه الراعيه دي تيجي تزود المدخول، تزود الدفع، تزود الفلوس، وكان دايما الشد والجذب ان النادي رعايته تساوي او ما تساويش، النادي هيجي له رعايه ولا مش هيجي له. واضح ان الشارع نفسه اتغير، الشارع الاعلاني نفسه اتغير، بدليل السنه دي كان في نظام جديد او سيستم جديد اللي هو نظام النسب، يعني الشراكه ما بين الشركه الراعيه وما بين الانديه، وكانت الامور ارقامها مش بالاحجام الكبيره، لان الناس دايما الانديه كانت فاكره ان في مكاسب كبيره في هذا الشان، وممكن في اوقات كتيره ما كانش فيه مكاسب، والناس دايما مش عايز تقتنع ان هو يكمن الحل في ان التوزيع نفسها تتغير، يعني التوزيع بتاعت الحقوق نفسها تتغير، فيبقى في توزيع مختلفه من الارقام اللي موجوده، وبعد كده يبقى في حلول اخرى جماعيه بره الصندوق. معرفش اللي انا بقوله ده اعلانيا هل هو ده الحل، ولا حضراتكم في وجهه نظر اخرى؟ اكيد. بص يا كابتن، طبعا جزء كبير من حاجة قلته يتفق مع الواقع، وفي جزء تاني هو احنا بقالنا سنين في نفس القصه دي، لكن هي الفكره كلها ان حاجة لازم زي ما انت قلت كده نلاقي حلول خارج الصندوق فيما يخص الانديه الجماهيريه. صح. وفي عاطق بقى على عاطق، هقول احنا بما ان انا بمثل وزير الانديه وليا الشرف في ده، ان في جزء علينا احنا لازم نعمله في اعاده الهيكله. يعني ما ينفعش ان احنا نعتمد بس على الاعلانات او على العقد ده، لا، مش هيقدر مهما كانت الارقام زي ما حضرتك قلت، حتى باعاده توزيعها برغم ان احنا السنه دي معموله العقود بنظام مختلف والارقام اعلى من العقود اللي فاتت، ولكن مش هتسد مع
متطلبات الأندية ومع صناعة الكرة اللي موجودة ومع الأرقام اللي موجودة. صح، بس يا سيادة النائب لازم تتباع جماعي، يعني لازم تيجي تدي النهاردة واحد النهاردة بتدي له نادي فتدي له فاسيلتيز كتير، تدي له أوبشن كتير، يعني تقول له هتاخد ده وده وده، فهنا المنتج يكبر. لكن نادي لوحده بيبيع أو حد لوحده يبيع، أعتقد تسويقيا هتبقى الأمور صعبة. برضو رؤساء الأندية هنا الفكرة دي مش واصلة. لا بالعكس، واصله واتكلمنا فيها النهارده، ومن ضمن الحاجات اللي مطروحه على الترابيزه ومتكلمين فيها مع الشركه الراعيه، هيبقى في حلول كتير. بس اللي انا عاوز اقصده ايه، انا مش عاوز اسبق الاحداث، ولكن اللي عاوز اقصده احنا هنتكلم مع الشركه الراعيه وعلى الترابيزه المناقشات، عندنا حاجات كتير فيما يخص الخمس انديه الجماهيريه، تسويقهم يكون بشكل نعمل له افكار، والحقيقه الشركه الراعيه عامله كل الجهد في ده، وعندها يعني من الرأي كتير جدا انها تستوعب الافكار الجديده معانا مع الانديه الجماهيريه. ده هيبقى خط. والخط الثاني اللي ما بيقلش عنه كابتن سيف، وهو اعاده هيكله، وان يكون في شكل شركات الكوره داخل هذه الانديه الجماهيريه. لان دي الخطوه الحقيقيه اللي يمكن في السنين اللي فاتت ما كناش بنواجه بيها بعض قوي. هي دي اللي هتضمن استمراريه الانديه الجماهيريه. الاستثمار بالشكل ده هو الحل الاكبر اللي هيجيب 60-70% من العائد اللي يمكن الانديه الجماهيريه من المنافسه، وانها تقدر تعمل صفقات وتقدر يكون عندها استقرار مالي. لان الحقيقه لو احنا هنتكلم بجد، الساده رؤساء مجالس ادارات الانديه الجماهيريه بتشيل عبء كبير. طبعا. فالعبء ده صعب انه يفضل مستمر، يعني لازم يكون في حلول ليها. بس انا يعني تاني، احنا مش بنرمي الحلول كلها على فكره الاعلانات بس، لازم احنا كمان كانديه يكون عندنا حلول في الهيكله، وده اللي احنا اتكلمنا فيه. احنا حطينا 4-5 خطوات النهارده باذن الله هنشتغل عليهم بالتوازي ما بين الاجتماع مع الشركه الراعيه والاجتماع مع الدكتور اشرف صبحي، الحقيقه اللي هو داعم جدا برضه وماشي وهو متابع معانا الاجتماع كان، وان شاء الله يوم الاحد الجاي هنكون عندنا الاجتماعين دول، وباذن الله هنبتدي نعلن الخطوات اللي هنمشي فيها فيما يخص الانديه الجماهيريه الخمسه، وان شاء الله اللي يطبق على اي نادي جماهيري يصعد. وهنا طبعا بنبارك الانديه اللي صعدت، بلديه المحله وزاد والجونه، فان شاء الله بلديه كمان هيخش معانا كنادي جماهيري مع ان شاء الله الخمسه الموجودين في ظل الخطوات اللي هنمشي فيها باذن الله. هل تم تحديد ميعاد لانتهاء الدوري؟ الدوري باذن الله ان شاء الله هيكون منتهي باذن الله في فتره من 20-25 باذن الله. وهل تم الاصرار على مواعيد المؤجلات؟ ما هي بالمؤجلات ان شاء الله هينتهي اخر المؤجلات باذن الله ب 25/7 لحد اقصى. طب باذن الله ان شاء الله الاهلي والزمالك على امتى يا سياده النائب؟ هينزل الجهاز ورا كابتن سيف ان شاء الله. احنا يعني قدمين المشيئه اهو مع بعض، بس هيبقى امتى ان شاء الله؟ لا يعني ان شاء الله هو الدوري هينتهي باذن الله 25/7 كل مؤجلاته بكل حاجه. وان شاء الله الموسم الجديد هيبدا في سبتمبر. وهنعلن بقى الجدول بتاع الاسابيع المتبقيه. وهنا في الصيف عاوز برضه اقول لحضرتك ان احنا الحمد لله الموسم ده يمكن احنا اهو في شهر 6 ولاعبين 31 اسبوع، فاعتقد ان الحمد لله الدوري مشي بشكل جيد جدا على مدار السنتين دول، وابتدينا ان احنا نتغلب على مشاكل كتير برضه كانت معانا سنوات كتير، سواء في تحديد الاربع انديه المشاركين في البطولات الافريقيه، سواء في فترات القيد العالميه ان احنا نقدر نكون داخل الفترات دي عشان نمكن الانديه سواء من التعاقد او من تسويق لاعبتها. فيعني خطوه بخطوه زي ما احنا قلنا يمكن مع حضرتك قبل كده من السنه اللي فاتت، ان انت عشان تقدر تمشي مع الويندوز العالميه وتمشي محتاج 3 سنين، لان ده جهد لعيبه وبيطرق عليك في الاجنده، سواء كاس عالم للانديه فاخر شويه، احنا كنا حاطين معاه 30/6، ولكن كاس عالم الانديه تم اقراره في نص الموسم ما كانش نازل في الكالندر، فده فرق معاك ان احنا دخلنا في شهر 7. لكن في المجمل الحمد لله احنا بقالنا سنين ما خلصناش الدوري في شهر 7 دي. طبعا طبعا، يعني اعتقد ان دي خطوه كويسه جدا، هتفرق كمان مع منتخبنا الوطني، وهتفرق مع الاهلي والزمالك وكل الفرق وفيوتشر وبيراميدز والفرق اللي موجوده في الدوري، ان هي تاخد فتره راحه يعني باذن الله. وان شاء الله يكون الموسم الجاي اقوى، تكون كل الفرق تقدر تستعد وتدي راحه سلبيه لعيبتها وتبتدي تعمل معسكراتها،
سواء اللي موجودين في الدوري او الصاعدين، عشان ان شاء الله السنه الجايه بنعشم انه يكون في تطور عن برضه السنه دي والسنه اللي قبلها، سواء في المواعيد او في الانتظام او في حاجات كتير باذن الله هنعلن عنها قبل نهايه الموسم ده ان شاء الله. بشكرك يا سياده النائب وبالتوفيق ان شاء الله يا رب في اللي جاي. انا اللي بشكرك كابتن سيف واتشرف دايما ان اكون معاك. بشكرك شكرا جزيلا سياده النائب احمد دياب رئيس رابطه الانديه المحترفه.